السلام عليكم. اليوم جيتكم فيديو خفيفة اللي غادي تكون على كيفاش تصايبوا طاجين ديال هاد فواكه البحر اللي كتشوفوا معايا هنا. كيتباعوا في مرجان في لي غون سورفاس في بيم. انا هادي خديتها من مرجان. هادي كتكون مجمدة وكان فيها لي كريفيت شوريمي كالامار ويمكن بوزروك. واليوم غادي نصايبوها اقل من 5 دقائق غادي نديرو بها طاجين. شنو غادي نحتاجو؟ غنحتاجو البصله مجلده معها شويه القزبر والمعدنوس حتى هما مجلدين. انا هادو عندي في الفريكو. الا بغيتو دامات البنه ديال الحوت هريسه ملح هادي ديال الخل ولكن ديال السيترون الخل ديال الحامض. الا عندكم هذا مزيان ما عندكمش غير حامض عادي. خلاص زيت البلديه اللي هي زيت العود وزيت الروميه. وهنا عندي تحميره ستريت كنجبير وبزار شحال ما قدرتو كثروا الحار كثروا هادشي اللي كان كيعجبكم الحار. ويلا ندوزو نشوفو كاملين كيفاش غادي نوجدو الطاجين ديال فواكه البحر ديالنا. دابا درت الطاجين يسخن غادي ندير شويه ديال زيت العود مع شوية زيت رومية. وغادي ندير البصلة ديالي اللي مشلضة مع القزبر والمعدنوس. من بعد ما غسلت و سقطرت فواكه البحر ديالي غادي نجي نضيف. انا خدمت غير نص ديال الساشي ما درتوش كامل. غادي نجي ونضيف العكرية. غندير بزار تحميرة كيف ما كتشوفو. انا دابا تقريبا كملتو بقالي غير نسد عليها بشي طين. تقطع لي التصوير ما قدرش نوريكم بالضبط شنو درت. من بعد ما درت الزيت هي الاولى زيت العود مع زيت العادية رمية درت عليهم البصلة مجلدة والقزبر والمعدنوس. ومن بعد درت الحوت ديالي ولا فواكه البحر ديالي ملي درتهم زدت عليهم شويه ديال البزار تحميره شويه ديال سكنجبير ما تكثروش منه غير شويه. الا عندكم الثومه حتى يديروها انا ما عنديش. انا زدت ضمت البنه ديال الحوت ودرت الخل ديال الحامض. الا ما عندكمش الخل ديال الحامض كتعوضوه بالخل بالحامض عادي. و شنو مازال زدت لها؟ زدت لها الحار اللي عندكم هريسه هي هذيك ما عندكمش سودانيه حتى هي كدار وصافي. والملحه وزدت مطيشه ديال الحك ولا مطيشه سوليس. انا درت مطيشه ديال سوليس هي اللي عندي. تقدروا ديروه في بلاصه حتى مطيشه الحك صافي. وهو كيطلق الماء ديالو ما تزيدوش له نتوما الماء خليوه غير هكذا. ها هو بوحدو ولا كيطلق الماء ديالو. كنسدو عليه حتى كيطيب حتى كيتشحر مزيان وديك الساعه كنقدموه. بغيتو تهرسوا عليه البيض تقدروا تهرسوا عليه البيض وتخليوه غير هكذا على شكل مقيلك. تخليوه بحال هكذا مقيله ديال الطاجين. انا غادي نخليه هكذا على بال ما يطيب ونوريكم الشكل النهائي ديالو. وهكذا كيجي الطاجين ديالنا فواكه البحر من بعد ما طاب كيف ما كتشوفوا. هذاك اللي الفوق سوريمي صراحه كيجي لذيذ 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 بزاف. تقدروا تزينوه بالفوق بشويه ديال القزبر الا بغيتوا. انا باقي ما زينتوش باقي في باقي على البوطه. يلا غادي نحيدو. كنتمنى يكون عجبكم. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه هذه اللي كتجيب قل من 5 دقائق ممكن تصايبوها. كتجي سهله بزاف ديروا كل شيء وسدوا الطاجين وبصحه والراحه. ونشوفكم في فيديو ما جاي ان شاء الله. السلام عليكم.